دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفيان ويزيد ابنه بين يديه، فقال معاوية سائلاً الأحنف: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة عيوننا، بهم نصول على أعدائنا، وهم الخلف منا لمن بعدنا، فكن لهم أرضاً ذليلة وسماءً ظليلة، إن سألوك فأعطهم، وإن استعتبوك فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. فقال معاوية: لله درك يا أبا بحر، هم كما وصفت.